دلوقتي معانا على التليفون الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، شرف كبير ليا لقاء مشاهدي التلفزيون المصري والإعلامية المتميزة الأستاذة جمانة والإعلام المتميز الأستاذ حسام. أهلا بيك يا فندم، الله يخليك. في البداية عايزين نعرف نشرح للسادة المشاهدين إيه هو التصنيف الدولي QS Stars، يعني نعرف الموضوع ونشرحه بشكل مبسط كده للسادة المشاهدين. أنا سعيد بالسؤال لأن دي حاجة مهمة جدا الحقيقة. في حاجتين يجب أن نشرحهم في هذا النطاق. الشيء الأولاني الفرق بين التصنيف والتقييم. المنظمات الدولية المعنية بالتعليم العالي وتقييمه وأهمهم منظمة QS ومنظمة تايمز هارتيكيشن وتصنيف شنغهاي وتصنيف US نيوز، دول يمكن أكبر تصنيفات في العالم. دي بتعمل حاجة اسمها التصنيف العالمي للجامعات، بتقارن بين الجامعات العالمية. طبعا حضرتك تعلم أنه الجامعات في العالم تتخطى عددها أكثر من 100,000 جامعة، لكن الجامعات التي تنطبق عليها المعايير وبيتم وضعها في التصنيفات العالمية حوالي 35,000 جامعة. التحدي أن تظل داخل أهم 1,000 جامعة من 35,000 جامعة المعترف فيهم عالمية. ده بالنسبة للتصنيف العالمي للجامعات، وده عبارة عن تصنيفات عامة للجامعات ثم تصنيفات داخلية داخل كل تصنيف بتقيم الديسيبلينز زي ما بنقول التخصصات الدقيقة، يعني في تصنيف للطب، في تصنيف للصيدلة، للزراعة وإلى آخره، بالإضافة إلى تصنيفات داخلية أخرى تتعلق ب مثلا حاجة اسمها الإمباكت رانكينج اللي بيقيس أهداف التنمية المستدامة والتزام الجامعات بيها، في حاجة اسمها جراديويت إمبلويابيليتي رانكينج اللي بيقيس قيمة خريجك في سوق العمل. كل دي تصنيفات مهمة جدا بتاخد الجهات العالمية دي بعض الداتا من الجامعات وبعض الداتا من أماكن مستقلة ويعني بتقيمها تقييم دقيق جدا جدا جدا، وبتطلع كل سنة تصنيف عالمي للجامعات. ده تراك عظيم، لكن في تراك تاني مهم جدا بتتقدم ليه الجامعة طوعية لأنها بتضع نفسها تحت ضغط كبير جدا، اسمه التقييم العالمي للجامعات. حضرتك بتتقدم إلى منظمة كبيرة زي منظمة QS وبتطلب ان حضرتك تبقى تحت المراقبة الدولية. تظل هذه المنظمة تراقبك لمدة 3 سنين متصلة تقيم كل حاجة موجودة في الجامعة. ده اسمه التقييم العالمي للجامعات، مش بس التصنيف العالمي للجامعات، وهو ده اللي اسمه تقييم QS للنجوم. والحقيقة انه اللي بيحصل في جامعة عين شمس دلوقتي هو زي ما بيقول كده حصاد مجهود كبير جدا، لان جامعة عين شمس شافت من سنة 2013 انه هيجي الايام اللي احنا شايفينها دلوقتي من العولمه الحقيقيه، من التنافس الكبير جدا 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 بين الجامعات. ده عباره عن سوق مفتوح، وانت علشان يخش ليك في الجامعه طالب متميز هو امامه كل الجامعات المتاحه، امامه كل الجامعات اللي موجوده في العالم العربي وفي الشرق الاوسط، وفي مصر دلوقتي فيها جامعات دوليه كثيره جدا، جامعات اهليه، جامعات خاصه. في هذا السوق التنافس يجب أن يظهر أمام الطالب بتاعك في الأساس قدر جودة التعليم. والصعوبة بقى في مسألة التقييم دي أنك بتتقدم لمنظمة زي QS وتقول لها تعالوا راقبوا كل ملفاتنا. ملفاتنا دي بقى لا تتضمن فقط عمليات تعليمية، في 52 معيار بتقيسهم منظمة QS في التقييم العالمي للجامعات، بتقيس كل حاجة حضرتك بتعملها، العملية التعليمية، اهتمامك الطبي بالطالب وأعضائية التدريس، نسبة أعضاء التدريس إلى نسبة الطلاب، الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية، المسؤولية المجتمعية للجامعة في محيطها، التقدم الأكاديمي، روابط الخريجين، ربط الخريجين بسوق العمل وطريقة التعامل مع الخريج وربطه بجامعته الأم بعد التخرج. يعني عوامل كثيرة جدا جدا ما تسيبوش أي حاجة لا يراقبوها على مدى 3 سنين في زيارات دولية وتبادل معلومات رايحة جاية بينهم وتدقيق، لدرجة إنه يمكن حضرتك بتعرض دلوقتي الشهادة اللي إحنا حصلنا عليها. مظبوط. كاتبين إن الجهة اللي بحثت ده اسمها QS Intelligence Unit، يعني مخابرات QS.
بحث دقيق جدا. طب يا فندم، يعني حضرتك بتقول انكم كان في متابعه ومراقبه على مدار 3 سنين. 8 يا فندم. افندم 8 كمان. 8. طيب انا سمعت غلط، اعذرني. لا خالص خالص، هو 3 فعلا، وانا هشرح بعد ما حضرتك تكملي سؤالك. طيب ازاي بقى يا فندم ده كان بيحصل؟ يعني حضرتك بتقول دايما كان في معلومات رايحه جايه وتقارير رايحه جايه، ازاي ده كان بيحصل؟ يعني هل كان بيبقى في مثلا مندوب من هذه المنصه موجود؟ ازاي كان ده بيحصل؟ بص حضرتك جامعة، أول حاجة أهم حاجة في الحاجات دي المذاكرة، لأن هو في منهجية أو ميثودولوجي هم حاطينه بيبعتوه للجامعة لما تقول لهم تعالوا قيموا. حضرتك بقى بتذاكري بالظبط، هم عايزين يعرفوا إيه معلومات عن الجامعة، بتقعدي تؤدي هذا الملف يمكن سنة. إحنا أول محاولة لينا بدأت في آخر 2013 وقعدنا نحضر الملف لحد 2015. في هذه الاثناء بتبعت حد الملف، وبعدين بيجي حد وفد من المنظمه يزور كل شبر في الجامعه ويتاكد من كل معلومه قلتيها. هو في الاول بيتاكد من كل المعلومات دي قبل ما يجي لك عشان يشوف انت جاده ولا لا، لان في بعض الاحيان حد تقديم الملف ما يجوش اصلا، يجدوا ان الكلام ملوش مصداقيه. في اول محاوله لينا اللي ظهرت نتيجتها سنه 2015 حصلنا على 3 نجوم من اصل 5. دي كانت اول محاوله. بعد كده بقى الميزه الكبرى اللي احنا انضمينا للمنظومه دي عشانها، انه بيدي لحضرتك حاجه اسمها خريطه الطريق. يقول لحضرتك هو شاف ان كل عامل من هذه العوامل خدتي فيها هذا التصنيف والتقييم ليه بدرجات محدده، ويقول لك انا شايف كمنظمه مختصه بالتعليم ان خريطه الطريق بتاعتك في النقطه دي عشان تتحسن هي كذا. وتفضلي تشتغلي على الكلام ده 3 سنين ثم تتقدمي بملفك مره ثانيه بنفس الطريقه ونفس السيارات الدوريه. ففي المره اللي بعدها تقدمنا بالملف في 2018 وحصلنا على 4 نجوم من اصل 5، مش تقدم معقول. وفي نفس الوقت تقدمنا من حق حضرتك تتقدمي بقى ببرامج الكليات كمان عشان تقيم، فتقدمنا ببرنامج كليه الطب وحصل على 3 نجوم من 5. عظيم. ثم تقدمنا بقى اشتغلنا على خريطه طريق جديده بخطه استراتيجيه من 2018 لتحسين كل المناحي من بنية تحتية وتعليمية وكل اللي شرحته لحضرتك، واشتغلنا عليها وتقدمنا بالملف في آخر 2020 لبداية المراجعة، وحصلنا المرة دي على الحقيقة نتيجة أراها مبهرة بعد 8 سنين من المجهود الكبير في كل حتة في الجامعة. حصلنا على 5 نجوم من أصل 5 نجوم لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية. حصلنا على 5 نجوم من 5 نجوم لبرنامج كلية الطب، و5 نجوم من 5 نجوم لبرنامج كلية الصيدلة، وهم الجامعتين العربيتين الوحيدتين اللي الكليتين الوحيدتين في العالم العربي اللي حصلوا على 5 نجوم من أصل 5 نجوم في الطب أو في الصيدلة. عظيم جدا. طيب دكتور، عايز أروح مع حضرتك لملف آخر، دخول الجامعات على الأبواب. عايزين نعرف آخر الاستعدادات في جامعة عين شمس، وأخبار التطعيمات إيه للإداريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة فوق 18 سنة. سؤال مهم جدا جدا. حضرتك طبعا تعلم أنه الجامعات المصرية جميعها تعمل باستمرار من بداية الجائحة، السنين بقى كلها يعني دخلت في بعضها، والاستعداد دائم على الأرض. ما خدناش الحمد لله اي اجازات خالص، بس سعداء بخدمه طلابنا الاعزاء. في استعدادات كبيره جدا، وطبعا جامعه عين شمس والجامعات المصريه الحقيقه بقت خبيره جدا في التعامل مع الجائحه والاجراءات الاحترازيه، لكن بتتصاعد هذه الاجراءات الاحترازيه مع رغبتنا الكبيره جدا في ان العام الدراسي يكون عام شبه طبيعي باذن الله في معظم المحاضرات وجها لوجه. رغم الحمد لله احنا عندنا استعدادات كبيره جدا 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 على المنصه الالكترونيه لجامعه عين شمس لاي طوارئ. احنا قادرين على التعليم وجها لوجه، التعليم الهجين، التعليم اونلاين، كل جاهزين لكل السيناريوهات. لكن في اجراءات احترازيه كبيره جدا، تعقيم كامل لكل مباني الجامعه، التعامل مع الطلاب بقى في منتهى الاهميه. احنا عندنا هدف استراتيجي تطعيم كل الطلاب قبل بدايه العمل الدراسي. جامعة عين شمس فيها طلبة انتظام حوالي 155,000 طالب وطالبة. احنا وصلنا دلوقتي لنسبة تطعيم تتعدى 35 وتقترب من 40% من طلاب الجامعة، وشغالين يعني بكل قوة وهمة في 15 نقطة تطعيم في أحرم الجامعة لكل طلبة
الكليات اللي اقل اللي اكثر من 18 سنه زي ما حضرتك اشرت. طبعا احنا منتظرين الـ 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 الاشاره من وزاره الصحه بتطعيم من هم اقل من 18 سنه، لكن لسه الاجراء ده لم يتم. وبالتالي لو حضرتك خدت بس اللي فوق ال 18 سنه احنا بنقترب يمكن من 50% من تطعيم الطالبات والطلاب. عظيم. وقبل يوم 9/10 هنكون وصلنا باذن الله الى نسبه 100%. بالنسبه للعاملين واعضاء التدريس وجميع منتسبي جامعه عين شمس، نسبه التطعيمات دلوقتي تتخطى 85% من كل منتسبي جامعه عين شمس ومن يعمل على ارضها، وان شاء الله نوصل ل 100% قبل بدايه العام الدراسي الجديد باذن الله. عايز اقول لحضرتك كمان ان اثناء الكشف الطبي على الطلبه المستجدين بيحللوا الفيروسات الكبديه وبنتاكد من خلوهم منها، واللي عنده حاجه بيتم علاجه بالمجان في مستشفى جامعه عين شمس وبيتم تطعيمه، كل ده اثناء الكشف الطبي للمستجدين. عظيم جدا. دكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعه عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.